يقول لي ابن يبلغ من العمر 27 سنة مرتكب للمعاصي، يستحل الحرام ويحرم الحلال، نصحته وضربته ووجهت له التهديد بالطرد من البيت لكن دون جدوى، عجزت في ذلك جميعا، وهو موظف يتقاضى مرتب جيد، هل يجوز أن أحرمه من الميراث وهو لا يصلي أيضا؟ هذا حرمه الله من الميراث، إذا استمر على هذا فهو مرتد، والمرتد لا يرث ولا يورث إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فليس له ميراث ما دام على هذه الحالة. نعم.